وقد أعلنت شركة فايزر بايونتك عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة المغربية لتزويد المملكة بلقاح للوقاية من وباء كوفيد-19. وأوضحت الشركتان أنه بناء على طلب وزارة الصحة المغربية فسيتم تسليم اللقاح خلال السنة الجارية. بالمناسبة هنأ المدير الإقليمي لفايزر بشمال إفريقيا والمدير العام لمختبرات فايزر بالمغرب هنأ السلطات المغربية على جميع القرارات والتدابير المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19.